اهلا بكم من جديد. خلينا نبتدي على طول اخبارنا وابرز الاخبار اللي حصلت امبارح، وابرزها سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي القى كلمه قدام الجلسه الافتتاحيه لقمه شرم الشيخ كوب 27، واكد سيادته على انه دلوقتي وقت العمل والتنفيذ لتجاوز ازمه المناخ الراهنه، وان الشعوب بتنتظر خطوات حقيقيه وملموسه نحو خفض الانبعاثات والتكيف مع تبعات تغير المناخ، وكمان توفير التمويل اللازم للدول الناميه اللي بتعاني اكتر من غيرها من أزمة المناخ الراهنة. وعشان كده كان في حرص على تسمية القمة بقمة التنفيذ. تعالوا مع بعض نتابع جزء من كلمة سيادة الرئيس. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، إن ما يحتاجه عالمنا اليوم لتجاوز أزمة المناخ الراهنة وللوصول إلى ما توافقنا عليه كأهداف في اتفاق باريس يتجاوز مجرد الشعارات والكلمات، إن ما تنتظره منا شعوبنا اليوم هو التنفيذ السريع والفعال والعادل. تتوقع منا شعوبنا خطوات حقيقية وملموسة نحو خفض الانبعاثات وبناء القدرة على التكيف مع تبعات تغير المناخ وتوفير التمويل اللازم للدول النامية التي تعاني أكثر من غيرها من أزمة المناخ الراهنة. من هذا المنطلق فلقد حرصنا على تسمية هذه القمة قمة التنفيذ، وهو الهدف الذي يجب أن تتمحور حوله كافة جهودنا ومساعينا. وعلى الرغم من كافة التحديات التي واجهناها خلال الفترة الماضية ولا نزال نواجهها، فضلاً عن جميع العوامل التي أعلم أنها تلقي بظلال من الشك وعدم اليقين إزاء قدرتنا على الوصول إلى أهداف اتفاق باريس وحماية كوكبنا من مستقبل يصل فيه ارتفاع درجات الحرارة إلى درجتين ونصف بل 3 درجات مئوية. على الرغم من ذلك كله فإن هناك شواهد وعوامل أخرى تدعونا إلى التمسك بالأمل في قدرة البشرية على صنع مستقبل أفضل لأجيال قادمة لا يجب عليها أن تتحمل نتائج أخطاء لم ترتكبها. وفي شعوب باتت أكثر وعياً ودراية بحجم التحدي ومتطلبات مواجهته وبالثمن الباهظ للتقاعس أو التراجع. والأمل أيضاً في حكومات تعلم ما يتعين عليها القيام به وتسعى بالفعل وفقاً لقدراتها وإمكانياتها، وفي قطاع أعمال عالمي ومجتمع مدني أصبح يمتلك من الأدوات ما يؤهله للعب أدوار مهمة في هذا الإطار. أيضا في نفس السياق وخلال كلمة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الجلسة الافتتاحية لقمة شرم الشيخ كوب 27، وجه دعوة للسلام وإنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية، وقال سيادته أنا مستعد للتحرك والعمل لإنهاء هذه الأزمة. خلينا نتابع هذه الكلمة ونرجع لحضراتكم مرة تانية. والحقيقة اللي شجعني أن أنا أتكلم في موضوع آخر هو أن أنا حضور كريم من قادة العالم لهذا المؤتمر. أكبر حجم معذرة يعني من القادة، قادة الدول، ملوك ورؤساء حكومات موجودين الآن معنا عشان نناقش مشكلة كبيرة جدا بتقابلنا وهتقابلنا. لكن أنا هتكلم معاكم النهاردة إن سمحتوا لي إن أنا أتكلم في ده في موضوع آخر، هو نداء إحنا محتاجين نتحرك نعمل ندعو ليه. أنا بتكلم على أزمة كبيرة بتمر بالعالم وليها تأثير كبير جدا على دول كتير من العالم اللي ما كانش كل دول العالم.
أنا بتكلم تحديدا هنا على الأزمة الروسية الأوكرانية، وبوجه نداء إن سمحتوا لي بيكم ومعكم من أجل أن تتوقف هذه الحرب، من أجل أن تتوقف هذه الحرب. من فضلكم نحن كدول اقتصادها مش قوي عانت كثير جدا من تبعات أزمة كورونا سنتين وتحملناها، والآن نعاني أيضا من هذه الحرب. أنا مش بتكلم فقط عشان إحنا بنعاني منها هنا في بلاد زي بلادنا، ولكن أنا بتكلم هنا عشان العالم كله أتصور إنه بيعاني من هذه الحرب. أنا بقول تاني، إحنا مستعدين، أنا بنادي باسمكم وباسمي إن سمحتولي بكده، إن سمحتولي بكده إن إحنا فلتتوقف هذه الحرب. هذا نداء من مؤتمرنا هنا، إن سمحتولي بكده فلتتوقف هذه الحرب وهذا الخراب وهذا الدمار وهذا القتل. بالمناسبة إحنا مستعدين، بالمناسبة أنا مستعد، ومش للبحث عن دور، لا والله، ولكن من أجل العمل لإنهاء هذه الحرب. وأتصور إن كثير من القادة الموجودين يشاركون الرأي ده، إحنا مستعدين نتحرك إذا كان ده ممكن لإيقاف هذه الحرب. وفي نفس السياق، سيادة الرئيس امبارح قال كلمة في انطلاق مبادرة الشرق الأوسط الأخضر ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP27، أكد فيها على أن مصر نفذت مشروعات طموحة في مجال النقل النظيف، وقال سيادته أن الدول العربية جادة في الجهود مواجهة تغير المناخ والتحول نحو الطاقة المتجددة. نتابع. بسم الله الرحمن الرحيم. أخي سمو الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، أود أولاً أن أرحب بكم في مصر هنا في مدينة شرم الشيخ التي تستضيف قمة تنفيذ تعهدات المناخ، كما تستضيف على مدار أسبوعين قادمين الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، والتي نتطلع لأن تخرج بنتائج شاملة وقوية تساهم في تعزيز عمل المناخ العالمي على كافة المستويات. والحقيقة أنه عندما طرح علي سمو ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء منذ بضعة أشهر فكرة عقد القمة الثانية لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر هنا في شرم الشيخ بالتزامن مع قمة المناخ وكإحدى فعالياتها، فلقد رأيت أنها ستعد فرصة مواتية لتسليط المزيد من الضوء على هذه المبادرة المهمة التي أتى إطلاقها منذ نحو عام من اليوم ليعالج أحد الجوانب الضرورية في عمل المناخ في عالمنا العربي وفي منطقة الشرق الأوسط، والتي تعاني أكثر من غيرها من الآثار السلبية لتغير المناخ على جودة الأراضي الزراعية وخصوبة التربة، فضلاً عن الارتفاع المطرد في درجات الحرارة وندرة المياه والجفاف. ولعل العدد الكبير من الدول التي انضمت إلى المبادرة منذ إطلاقها لهو دليل على الجدية التي توليها دولنا في المنطقة العربية لجهود مواجهة تغير المناخ، سواء على صعيد خفض الانبعاثات والتحول نحو الطاقة المتجددة، أو على صعيد اتخاذ إجراءات فعالة للتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ. وهم جانبان يمثلان جوهر هذه المبادرة. ففي مصر على سبيل المثال استطعنا القيام بخطوات واسعة في إطار التحول نحو الطاقة المتجددة، سواء الطاقة الشمسية أو الرياح أو الهيدروجين، ونقوم في الوقت الراهن بتدشين مشروعات طموحة في مجال النقل النظيف. وعلى صعيد التكيف استطاعت مصر تحقيق نجاحات ملموسة في الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتضمن وثيقة مساهماتها وطنيا المحدثة وفقا لاتفاق باريس عددا من الأهداف الطموحة للتكيف في قطاعات الزراعة وحماية المناطق الساحلية والتنمية الحضرية المستدامة. ومثلما هو الأمر في مصر، تقوم سائر دول منطقتنا العربية ببذل جهود مشابهة في هذا الإطار. ولعل استضافة منطقتنا لمؤتمري أطراف تغير المناخ العام الراهن في مصر والعام القادم في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة هو خير دليل على الدور الذي باتت دولنا
تطلع بها على صعيد عمل المناخ العالمي والتزامها بتنفيذ تعهداتها. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، رغم التحديات الاقتصادية التي تواجه كافة دول العالم حالياً والتطورات السياسية الدولية اتصالاً بالأزمة في أوكرانيا وغير ذلك من التحديات، فإن مؤتمرنا اليوم يمثل فرصة سانحة لالتفاف قادة دول العالم وقيادات القطاعات الاقتصادية وكبريات مؤسسات التمويل الدولية وغيرهم من الشركاء في هذا الجهد حول هدف مشترك لا خلاف عليه، ألا وهو حتمية التحرك العاجل والناجز والفعال للتصدي لتحدي تغير المناخ. فالكل يدرك أن الوقت ليس في صالحنا، وأن الفجوات في خفض الانبعاثات وفي إجراءات التكيف وتوفير آليات ووسائل التنفيذ وعلى رأسها تمويل المناخ تحتاج إلى تعامل سريع وإلى إجراءات تنفيذية على أرض الواقع. ومن هنا فإننا على ثقة أن كافة المشاركين في مؤتمرنا هذا العام بشرم الشيخ يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم وحجم التوقعات التي تعول مجتمعاتنا في كل مكان على الوفاء بها من خلال مخرجات هذا المؤتمر. ومن جانبنا كرئاسة لمؤتمر الأطراف فإننا لم ندخر جهدا في توفير كل متطلبات عقد المؤتمر تنظيميا وإجرائيا وبما يكفي الأوسع مشاركة ممكنة لكل الأطراف الحكومية وغير الحكومية، كما بذلنا ولا نزال كل الجهد لتقريب وجهات النظر حول جميع القضايا الموضوعية الخلافية لتيسير توصل الأطراف المختلفة لنقطة التقاء وتوافق تسمح بخروج المؤتمر بمخرجات عملية فعالة ترضي الطموحات وتستجيب لتوقعات الشعوب في كل بقاع الأرض. واتصالاً بما تقدم واتساقاً مع ما حرصت مصر على تأكيده من أن الوقت قد حان للانتقال إلى مرحلة التنفيذ على أرض الواقع، فإن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر تمثل فرصة ممتازة لتعزيز التعاون بين أعضائها من الدول بهدف حشد المزيد من الاستثمارات وتوفير آليات جديدة للتمويل المبتكر لدعم المشروعات التي تقوم بها دولنا لمواجهة تغير المناخ بالتنسيق مع مؤسسات التمويل العربية والإقليمية التي تطلع بدور مهم في هذا الإطار. كما تمثل المبادرة إطاراً مناسباً لتعزيز التعاون التقني والربط بين مراكز الأبحاث في الدول الأعضاء لتحقيق التكامل بين البرامج البحثية والتطبيقية المتعلقة بتكنولوجيا مواجهة تغير المناخ. ومن هذا المنطلق فإنني أدعوكم اليوم خلال اجتماعنا هذا إلى طرح أفكار مبتكرة ومقترحات بناءة تساهم في تعزيز عمل المناخ في دولنا في سياق مبدأ التنفيذ الذي نجتمع في إطاره. وإنني لعلى ثقة أن ما سيخرج عن اجتماعنا اليوم من نتائج سيعبر عن استمرار التزامنا بعمل المناخ على كافة المستويات لصالح الأجيال القادمة في المنطقة العربية وفي العالم أجمع. أشكركم وأتوجه بالشكر مرة أخرى إلى أخي سمو ولي العهد رئيس الوزراء وأتطلع إلى نقاش مثمر وفعال، وشكرا. وعلى هامش انعقاد أعمال القمة العالمية كوب 27 للمناخ، عقد سيادة الرئيس لقاءات مع عدد من القادة والزعماء، وأجرى سيادته لقاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك وجورجيا ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا، واللي أكدت حرص بلدها على توثيق التعاون الثنائي مع مصر بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين. على هامش قمة المناخ كوب 27 المنعقدة في شرم الشيخ، استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيدة جورجيا ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب بزيارة رئيسة الوزراء الإيطالية ومشاركتها في أعمال قمة المناخ. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وتناول اللقاء مجمل العلاقات المصرية الفرنسية وسبل دعم مخرجات قمة المناخ. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، وذلك على هامش انعقاد القمة العالمية للمناخ كوب 27. كما شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر والتي أطلقتها المملكة العربية السعودية بمشاركة عدد كبير من الدول،
بعدما طرح على سمو ولي عهد المملكة العربية السعودية منذ بضعة أشهر فكرة عقد القمة الثانية لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر في شرم الشيخ بالتزامن مع قمة المناخ وكأحد فعالياتها، لأنها ستعد فرصة مواتية لتسليط المزيد من الضوء على هذه المبادرة المهمة التي أتى إطلاقها منذ نحو عام من اليوم ليعالج أحد الجوانب الضرورية في عمل المناخ في العالم العربي وفي منطقة الشرق الأوسط، والتي تعاني أكثر من غيرها من الآثار السلبية لتغير المناخ على جودة الأراضي الزراعية وخصوبة التربة، فضلاً عن الارتفاع المضطرد في درجات الحرارة وندرة المياه والجفاف.